يسعد صباحكم مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا جاهزين لتمارين اليوم. مثل ما سمعتوا انه تمارين اليوم او استرتشات اليوم تمارين التمدد والايطالي، مع هي تعتبر تمارين لتخفيف الام عرق النساء اذا كنتوا بتعانوا منها. فاذا كنتوا جاهزين يلا نبتدي مع بعض على طول. مش محتاجين تمارين احماء لان هي عن جد تمارين ايطالي وتمدد. فراح استخدم في اول تمارين حستخدم العصا كرميل، وهيدي الطريقه بحب لكم انه نتعلم فيها كيف نعمل تمرين الديد ليفت. ليش تمرين الديد ليفت؟ لانه تمرين الديد ليفت رح يرخينا العضلات او التنشن او الشد اللي رح يحصل وراء الرجل، لانه بتعرفوا الم على النساء بينزل تحت على الرجل. فرح اخذ العصا رح احط الايد اللي فوق رح تكون وراء الرقبه بالضبط، اوكي، والايد الثانيه رح تكون من عند الظهر هون بنص الظهر. فرح هدي العصا هون، اوكي، وحده هون وحده هون، حطها هون، ثبتها كرمين، خلي ظهري جالس، اوكي، كرمين ما يصير في انحناء، ظهر جالس. وهلا بدي احط رجل قدام ورجل ورا، مش كثير بعيد المسافه بهذا الشكل. اللي راح اعمله راح ادفع بالحوض. شايفين انا ليش مثبته ايدي هون من عند الظهر؟ كرمال ما يلف ظهري، فانا راح اروح بس اطوي الركب شوي، اوكي، وادفع بالحوض على ورا كاني عم بنزل ديد ليفت وارجع اطلع. هلا اذا كانت مشدود عندكم العرق فرح تحسوا بألم بالرجل الأمامية من ورا. اتفقنا؟ رح نعمل كل تمرين 5 مرات على مهل. رح ندفع بالحوض، شايفين الظهر نفس ما هو نفس اللوح، وارجع بطلع شوي شوي، بدفع بدفع ببطء تحكم، بثبت شوي، حس بالشد وارجع بطلع كرمال مثل ما قلنا انرخي. فهي دول هن التمارين بتبتدوا فيه، وهن تمارين مفيدة كمان على مهل. اوكي، هلا اكيد رح نبدل رجل، فرح بدل رجل اللي كانت ورا حطها قدام، والعكس صحيح كمان في، او خلي ايدي او فيني ريحها وبدل ايدي الثانيه بالعكس. رح نثبت، اتاكد انه خاصه هون انه انا مثبت ايدي من ورا العصا. كمان زيت الشي رح اطوي شوي الركب، اوكي، جاهزين، ورح نروح ندفع بالحوض على ورا نرجع نطلع. هو بدكم تقولوا مثل ما قلت لكم ديد ليفت هنج، يعني انا لازم اخذ الحوض على ورا لحتى رخي العصا وبثبت. اتركزوا كثير منيح بالتمرين، ندفع الحوض، نحس بالشد ورا الاجرين، رجل الخلفية اسفل الظهر، ونرجع نطلع. بنعمل بعض مرة رح نرجع نطلع. هيدا التمرين اكيد كمان فيكم تاخدوا العصا هون تخلوها على الركب، بعده شوي الرجلتين عن بعض، ورح تثبتوها هون وتبلشوا كمان تعملوا تنزل شوي شوي لتحت الركبة، تدفشوا بالحوض ترجعوا تطلعوا. اوكي، عندي هون كرسي رح اورجيكم اياها من الامام. ديت الشي شايفين انا مثبتي هي ما بحركها، رح بلش بس خلي الركب متنية شوي، ورح بلش ادفع بالحوض على ورا كمان لتحت الركبة وارجع اطلع هذا الشكل. كمان فيني اعمله 5 مرات بعد التمرين اللي هو العزل اللي عملناه اول واحد. اوكي، خلينا نعمله بس بعد مرة هذا التمرين مع بعض. اوكي، هلا اذا كنتوا بالمكاتب وعندكم كرسي وقاعدين ورا الكرسي وما عندكم مجال لعصا ولا عندكم هيدا بالمنزل، فبنحط العصا ونستخدم هدول التمارين. وانا فيني اعتبر انه هدول هن اهم التمارين اللي حاطين على الكرسي اللي عن جد عن جد بيريحوا راحة فورية. فرح نقعد على الكرسي بأول تمرين، حاولوا تكون اجريكم على الأرض، وإذا مشي علوهم حطوا تحت شيء. الظهر جالس، اللي رح نعمله رح نعلي الرقبة مع الرجل، ورح ننزل الرقبة لما بدنا نطوي الرجل. فخليكم جالسين هون، شايفين رح خلي أصابع لفوق، رح شد ثبت 3 ثواني، رح أرجع أطوي دخلها لورا، شايفين بدي شد على ورا ونزل الرقبة هون، اوكي، ما تقوسوا الظهر، الظهر ما له علاقة، الرقبة. رح نشد، نطلع لفوق، رح نرخي وشد على ورا. شايفينه عم نزل الرأس. لأنه كله له علاقة بالأعصاب، على مهل، تأني، تحكم. هنعملها بعد مرة مع بعض، شدوا، مددوا. ومنشد على ورا. زيت الشي رح نعمل تاني رجل، حتى لو ما كانت تاني رجل عم توجعنا. برجع بذكركم تمارين تأهيل، علاج طبيعي، تمارين أي
شيء بجسمنا عم يوجعنا وحتى ما نتمرن لعضلة معينة ما فينا نترك الجهة الثانية، حتى لو ما كانت عم تألمنا لازم نعمل زيت شيء، لأنه كله إلى علاقة بالجهاز العصبي، جسمنا كله متصل، عضلاتنا كلها متصلة ببعضها. لتحت خليني أعملها بعض مرة معكم، شدوا ثبتوا رقبة لفوق، نزلوا رقبة لتحت، خلوا الظهر جالس ولفوا ركبة على ورا. هذا أول تمرين من التمارين اللي قلت لكم كثير مهمة. ثاني تمرين رح تحطوا رجل، إيه كنتوا بالمكتب رح تحطوا هيدا، رح تعملوا هيدا التمرين، رح تحطوا ركبة فوق الثاني. هلا إذا كان شادد كثير الحوض رح تبلشوا أول شيء ترخوه على تحت وترجعوا تشدوا ركبة لفوق، شايفين؟ رح ترخوه على تحت، ثبتوا 3 ثواني 5 ثواني، كل ما طولتوا بيكون أحسن، وتشدوه على فوق، أوكي؟ تحت مرت بسوا ثبتوا قد ما فيكم وارفعوه كمان هيك كأنكم عم تجيبوه لعند الصدر، ظهر جالس، اوكي؟ هلا بعد ما تعملوه هي تقريبا 5 تكرارات، الصدر شدوا الظهر جيبوا كأنه بدكم تجيبوا من الصدر على قدام، اوكي؟ حاولوا قدر الامكان ما تلفوا الظهر، تعالوا من الظهر مشدود من الصدر تجاه ركبي. كمان بدي ثبت، في ثبت تقريبا 5 ثواني، بعدين فيني اعمل هيك حركات دوائر بسيطة كتير بس حتى رخي مثل ما قلنا العصب، راحة فورية بوعدكم إذا بتعملوا وبتلتزموا هدول التمارين. بنرجع نعمل تاني ميلي، عن جديد برجع بذكر، أول شي حاولوا ترخوا مفصل الحوض، الظهر جالس بيكبس الركبة على تحت، برجع بدي شد الركبة لفوق حتى هون، ترخوا العضلات اللي هون اللي شادة بالأوتار الأعصاب، شدوا. عملها بعد مرة معكم، مثل ما قلت لكم كل ما هديته 3 إلى 5 ثواني 10 ثواني حسيتوا بالراحة هدوا أكثر، أوكي؟ زيت شي الصدر لقدام عن جديد على قدام، أوكي؟ أول شي لازم ثبت، ما تعملوا أي حركة، حاولوا تجيبوا من الصدر تمددوا قد ما فيكم. كل مرة ممكن على كثر التكرارات، أول تكرار ما تقدروا تنزلوا، على 5 تكرار بيسيلينه بتصيروا تنزلوا أكثر، بعدين منصير مثل ما قلنا نعمل دوائر هيك يمين شمال من الصدر، اوكي؟ تجاه الركبة. اتفقنا؟ هي اهم تمرينين على ثلاث تمارين صاروا على الكرسي، كثير بيفيدوكم حتى لو كنتوا مثل ما وجعكم انتم وراء المكتب، اعملوهم بالفرصة. رح نشيل الكرسي، هلا كمان في تمارين رح نعملهم مع بعض على الارض، فرح نيم، اول شيء رح نقعد، رح مدد رجل والثاني رح تجي كروس، هن تقريبا اذا رح تلاحظوا تقريبا نفس الشيء بس بعدة طرق انا استخدم لكم اياها. رح شد الركبه هون، قربوها هي منيح، شدوا الظهر وشدوا الركبه اتجاه الصدر، اوكي؟ شايفين انت عم تحضنوا الركبه بس ما عم ترخوا هون، شادين هون جالس وعم تشدوا الركبه، اوكي؟ كرمال هون ترخوا هيدي المنطقه، اوكي؟ الشد اللي هون واللي بيجي من اسفل الظهر الالم، اوكي؟ فيكم تعملوا شوية لفه بسيطه وانتو شادين. كمان كل تمارين لازم نهديه تقريبا 3 ثواني 5 ثواني، فيكم 10 عادي، وترجع ترخوا وترجع تعيدوها زيت الشي، منلف منثبت، اوكي؟ هلا رح نام، خلينا نعمل تاني ميلي، بعدين رح ننام على ظهرنا، شدوا الظهر زيت الشي، رح نحضن ركبي هون، اوكي؟ ونشدها قد ما فينا على الداخل اتجاه الصدر او اتجاه العكس، برجع برخي برجع بثبت وبلف شوي بظهر العمود الفقري مشدود وبشد، لازم حس بالراحة، اوكي؟ هلا رح نرجع شوي شوي ننام على ظهرنا، رح اخذ ركبي، اوكي؟ اول ركبي رح اخذها شدها هون لعندي لتريح، كمان في عندكم هيدا التمرين في امسك ركبي من تحت وهيدي الاجر هيك بهذا الشكل، اللي رح اعمله رح رخيها وارجع بس حاول شد هون، هيدا المكان ثابت ما رح تتحرك الرجل هون، الركبة ثابتة تحت، وهرجع شد وثبت هون، شايفين؟ تحت وارجع ثبت هون، كمان كم ثانية بعدين رح نروح على جنب، رح خلي الكتف هون، ثبت الكتف هون وشوي شوي رح لف الركبة على جنب، شايفين؟ تقريبا نفس التمارين كلها، أنا شو عم بحاول هون إني ريح اسفل الظهر، عضلات الارداف الشاده وعضلات الرجل الخلفيه. هلا رح نرجع كل تمرين مثل ما تكون لازم تكرروه 5 تكرارات على الاقل وتهدوا 10 ثواني، رح حطها فوق الركبه الثانيه مثل كانه قاعدين على الكرسي، بس هلا رح تشدوها لعندكم بهذا الشكل. تتنفسوا، فيكم ترجعوا تريحوا كل ما شد عليكم، ترجعوا
تشدوه تثبته 3 إلى 5 ثواني ترجع تريحه. زيت الشيء هون فينا نفتح الركبة على برا نرجع نسحب ركبة على الداخل بالإيد العكس يفضل، نمد نفشها لبعيد برجع بجيبها وبشدها لهون مثل ما عملنا على الكرسي نحن قاعدين بالضبط. مثل ما يكون شايفين برجع ببدل ثاني رجل، ثبتوا الركبة هون بالأول، اوكي شايفين كأنكم عملتوا حرف L بالإنجليزي، اوكي رخوا ورجعوا شدوها، عدوا لثلاثة للخمس ثواني، رخوا ورجعوا شدوها. هيدول التمارين كثير بتريح، وتأكدوا هيدي المسافة من هون تقريبا لازقة بالصدر كرمال تحسوا بالراحة، اوكي. هلا زيت شي ثبتوا الكتف هون على مهل، خدوه على جنب، ثبتوا الكتف، حاولوا ما يطلع الكتف على الأرض، اوكي. وبعدين مثل ما اتفقنا رح ترجعوا تحطوها فوق هون. أول شي رح تشتغلوا إنكم تفتحوا الحوض، ترجعوا تسحبوه إن كل حركة بتثبتوا فيها تثبتوا بتثبتوا ترجعوا تسحبوا آخر حركة مثل ما اتفقنا، مثل ما قعدنا على الكرسي وجبنا الصدر لعند الركب. هلا هون نحن على الأرض رح نسحب الركبة تجاه الصدر. وهيدول هن كانوا تماريننا اليوم، اتمنى تكونوا عن جد استفدتوا منهم، وفعلا حتى لو ما كان عندكم مشاكل بعلق النساء تاكدوا تماما انه هدول التمارين كثير مهمين لكل الناس كل الاشخاص، لا تقلم اسفل الظهر، شد ورا، كل هيدول بيفيدوكم. فان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا بتمارين اليوم.